ثانيا في المحاضرة التاسعة سجود التلاوة. سجود التلاوة في القرآن الكريم كم سجدة؟ لو جمعنا كله مع الخلاف 15 سجدة. في سورة فيها سجدتين مش كده؟ سورة الحج. يسن لمن قرأ آية سجدة أو سمعها من قارئ وكان على وضوء أن يسجد لله سجدة. ليه على وضوء؟ لأنه جزء من الصلاة، بلا تشهد ولا سلام، يكبر لا تكبرتين، إحداهما عند السجود والأخرى عند الرفع، الله أكبر الله أكبر. وقيل يكبر لها ثلاث تكبيرات، الأولى عند نية السجود وتسمى تكبيرة الإحرام، يستحب أن يرفع عندها يديه كما يفعل في افتتاح الصلاة، والثانية عند الهوي إلى السجود، لما يجي يهوي إلى السجود ينزل، والثالثة عند الرفع. سنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء. روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما أورد البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة سجد وسجدنا. فإذا لم يسجد القارئ أو السامع لا إثم عليهم، بفوت عن نفسه الثواب لأنه ترك سنة. إنما بيأثم المرء بترك الواجب، وسجود التلاوة عند الجمهور ليس بواجب، بدليل ما رواه زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد. يبقى مرة سجد ومرة لم يسجد عشان يخفف على الناس صلى الله عليه وسلم، فيما أورد البخاري وغيره. سورة النجم طبعا في آخرها فاسجدوا لله واعبدوا. ربيع بن عبد الله أنه حضر عمر رضي الله تعالى عنه وقرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النجم حتى إذا جاء السجدة نزل وسجد، وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها، حتى إذا جاء السجدة قال أيها الناس إن لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه. هكذا كانوا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم هذا أخرجه مالك البخاري. ما يقال في سجود التلاوة؟ ما يقال في سجود الصلاة من تسبيح والدعاء، ويستحب أن يدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. المروى عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن سجد وجهي للذي خلق وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. صاحب كتاب المهذب قال وإن قال اللهم اكتب لي بي عندها أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام فهذا حسن. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجر وكأني قرأت سجدة فسجدت فرأيت السجدة تسجد لسجودي. يا كل الكائنات بتسبح بحمد الله، كل الكائنات، وكل الكائنات بتسجد لله سبحانه وتعالى. فسمعتها تقول اللهم اكتب لي بها عندك ذخرا وضع بي عني وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود في سورة صاد. فظن داود أنما فتناه فخر راكعا وأناب. نعم. قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم السجدة فسمعته وساجد يقول مثل ما قال الرجل عند عن الشجرة. فإن فعل هذا صحيح، وإن حفظ ذلك فذلك أفضل. شروطه: يشترط لسجود السهو ما يشترط في صلاة النفل، طارة الحدث، الخبث، المكان، استقبال القبلة، ستر العورة، يكون في غير أوقات النهي، وقيل لا تشترط فيه الطهارة لأنه ليس كالصلاة. قيل وده في سجود الشكر يكون أولى. لصح أن الطهارة شرط، الشفعية جواز في جميع الأوقات قياسا على الصلاة التي لها سبب، إذ إن كل صلاة لها سبب مثل المسجد وسنة الوضوء يجوز أداء حتى لو في أوقات الكراهة عند الشوافعي. واشترط أن يكون السجود بعد تمام الآية بعد ما يكملها، فإن سجد قبل تمامها لا يصح السجود. أفتى بذلك كثير من الفقهاء. إيه مواضع السجود في القرآن الكريم؟ الموضع الأول قلنا 15، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. في سورة أول سجدة في القرآن في سورة الأعراف. 2، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال في الرعد. 3، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون في النحل.
في الإسراء قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. في مريم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. في سورة الحج ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. في آخر الحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. 9 في سورة النمل هذا كلام الهدهد ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. في سورة السجدة إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. في صاد قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. راكعا يعني ساجدا. 12 ومن آياته الليل والنهار فصلت والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن سجدت هنا جائز إن أكملت. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. إن سجدت بعد الآيتين جائز. 13 فاسجدوا لله واعبدوا سورة النجم. وفي الانشقاق وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. وأخيرا في العلق واسجد واقترب. حكم المأموم إذا سجد الإمام إذا قرأ الإمام آية السجدة فله أن يسجد وله ألا يسجد. فإن سجد وجب على المأموم اتباع. يبقى الإمام له أن يسجد وله ألا، لكن إن سجد وجب على المأموم اتباعه. فإن لم يسجد المأموم معه متعمدا بطلت صلاته. ليه؟ طب ما سجود أصلا سجود السهو سنة واجب عليه اتباع، مش كده؟ لأن متابعة الإمام واجبة، إنما جعل الإمام ليؤتم به في الحديث. أما إذا كان جاهلا بسجود الإمام زي ما بيحصل كتير أو في المساجد الأدوار وحاجات من كده، بأن كان يصلي بعيدا لا تبطل صلاته، بترك متابعة الإمام فيها لأنه معذور وبيحصل لخبطه، يعتقد الإمام ركعة وبعدين يظهر في الشاشة إن الإمام كان ساجد. فإن هوى المأموم إلى السجود ورفع الإمام رأسه منه وجبت عليه متابعته ولا يسجد وحده، بخلاف سجود الصلاة فإنه يجب عليه الإتيان به حتى ولو رفع الإمام رأسه منه. واحد سجد السجدة الأولى وطول، الإمام سجد السجدتين وقام، لازم أكمل أنا السجدتين بتوعي وبعدين أقوم معه، بخلاف سجود الإيه السهو بقى. لأن ركن في الصلاة مكلمة خلف سجود التهو فإنه سنة ومتابعة الإمام فرض. إذا ظن الإمام أنه إن سجد في الصلاة للتلاوة بيحدث اختلاف بين الناس، وده كثير بيحصل، لذلك احنا بنقول الأئمة نبهوا الناس أن الصلاة الركعة الأولى فيها سجدة والركعة الثانية فيها سجدة عشان يبين يعني. طب إذا ظن أنه ممكن يحدث اختلاف عند المصلين يكره له أن يسجد. يكره له أن يسجد ليه؟ لأنه يحصل إيه؟ اختلاف عند الإيه؟ عند المصلين. مثل أن يكون في صلاة الجمعة والناس خلفه كثير، منهم اللي بيصلي بعيد، فإن سجد توهم البعيد أنه ركع فيركع، فإذا هو يرفع رأسه من السجود إلى قراءة آية، قراءة آية تمهيدا للركوع كما هو معروف، يقع الناس بقى في الإيه؟ في الاختلاف الحيص بايص يعني، لا يدرون ما يفعلون. غالبا ما تحصل بعد الصلاة مشاجرات عنيفة وترتفع الأصوات في المسجد ويحصل ما لا تحمد عواقبه، فيكون قد أدى فعل السنة الوقوع في الإيه؟ في الحرام. وإذا أدى وقوع السنة الوقوع إلى فعل محرم وجب ترك الإيه؟ السنة. الواجب على ما تبصير الناس بأمور دينهم حتى يكونوا على بينة من أمرهم، نسأل الله الهداية يعني. هل يجوز قضاء سجود التلاوة؟
المالكية والشافعية والحنبلة بيطلبوا السجود عاقب قراءة آية السجدة أو سماعها، فإن أخر السجود ولم يطل التأخير سجد باتفاق. طب وإن طال الفصل؟ في قضاءها قولين، أصحهما أنها لا تقضى لأنها تفعل لعارض سماع القرآن يعني وقراءة آية السجدة أو سماعها، وقد زال العارض زي صلاة الكسوف أو الخسوف، ما صلتش وربنا أزال الكسوف أو الخسوف خلاص، فإن زال فاتت السنة ولا يجب قضاءها، وده قياس سليم معقول والله أعلم.